على دفعات متتالية. تنظم جامعة إدلب حفل تخرج لأكثر من 3000 طالبا وطالبة من كافة الكليات والمعاهد، وذلك تقديرا لجهودهم خلال رحلتهم الدراسية في الجامعة. سنوات بذلوا خلالها الوقت والمال والجهد بهدف الوصول للحظة التخرج. رسالتنا إلى الطلاب في المناطق المحررة، أولا بأن يتابعوا دراستهم، هناك طلاب منقطعون، هذا أولا. ثانيا كل الاهتمام بالطلاب، ونحاول أن نقدم لهم ما نستطيع. المسألة الثالثة، أوصي طلابنا الخريجين بأن يهتموا بهذا الجيل وأن يكونوا على قدر الأمانة. صلنا 6 سنين عم نستنى هاي اللحظة، 6 سنين الحمد لله على كل حال. يواجه خريجو الجامعات صعوبة في الحصول على فرصة عمل مناسبة ضمن اختصاصاتهم، حيث وصلت نسبة البطالة في الشمال السوري إلى 85% من بينهم خريجي الجامعات بحسب آخر تقرير لفريق منسقو استجابة سوريا. للصراحة هلا بالنسبة لقسم اللغة التركية لا والله ما في فرص عمل مؤمنة يعني للطالب بعد التخرج، ولكن الفرص قليلة. نحن بنتمنى يعني هذا الطلب باسمه باسم كل طلاب اللغة التركية انه يكون في الايام القادمة ينزل على المدارس ينتشر شيء، انه الطالب ما ييأس، يعني هذا الشيء بيعطي حافز للطلاب. انا برأيي تطلعات الخريجين لم تتوقف عند لحظة تخرجهم، فالبعض يفضل إكمال الدراسات العليا، وآخرين يسعون للعمل في منظمات على أمل أن ينتقلوا للعمل باختصاصاتهم الجامعية لتطوير أنفسهم واكتساب الخبرات العملية لبناء المجتمع. بدموع الآباء والأمهات يطوي خريجو جامعة إدلب سنواتهم الدراسية ليبدأوا مرحلة جديدة في رحلة البحث عن عمل أو في حياتهم المهنية. سلوى عبد الرحمن، حلب اليوم، مدينة إدلب.